مساء الخير للجميع اليوم 19 ديسمبر 2022 وعلى بعد ستة أيام فقط من دخول المنحة أي أول دفعة 25 ثاني دفعة 26 ثالث دفعة 27 ورابع دفعة 28 ديسمبر بعد قرار تقديم دفعة يوم 25 من كل شهر هناك صفحات تروج لإشاعة وهي إلغاء منحة البطالة لشهر ديسمبر وهذا شيء مضحك ومحزن في نفس الوقت لأنه لا شيء أساسي أو لا أساس له من الصحة غير أن هناك فئات ستسقط منهم المنحة لهذا الشهر كما شرحنا في فيديو أول أمس خاصة أصحاب كارت غريز والقروض بكل أنواعها القرض المصغر أونجا موساش إلى آخره على كل هذه إشاعات فقط وأول دفعة تكون يوم, خم... يوم 25 ديسمبر 2022 لمن هو مفعل خدمة تفعيل الرسائل راح يوصلك ميساج كي تدخل منحة البطالة ولمن يريد تفعيل هذه الخدمة سأترك لكم فيديو يشرح هذه الخدمة والتسجيل فيها في صندوق الوصف اسفل هذا الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس كي يصلكم كل جديد.